تبغون نعيش ليلة القدر، أنا بعيشكم أجواء ليلة القدر ثم أختم كلمتي. الله يقول إنا أنزلناه إيش في ليلة القدر. وشو اللي نزل في ليلة القدر؟ وشو؟ جاوبوا، القرآن. طيب وش أفضل، هل القرآن هو الذي فضل رمضان ولا رمضان فضل القرآن؟ يعني رمضان أعطى القرآن قيمة ولا القرآن أعطى رمضان قيمة؟ القرآن هو الذي أعطى رمضان قيمة لأنه نزل القرآن فيه. طيب كيف يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هل القرآن نزل على النبي في ليلة واحدة ولا نزل طوال دعوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة؟ نزل على النبي في 23 سنة. طيب كيف نزل القرآن في ليلة القدر؟ نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا في بيت اسمه بيت العزة في الجنة. نزل القرآن من السماء السابعة للسماء الأولى، نزل كامل، وبدأ ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم متواترا منجما طيلة دعوته عليه الصلاة والسلام. طيب والصفات هذه الليلة؟ قال الله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وش معنى القدر؟ وش معنى القدر؟ تحمل معنيين. المعنى الأول اللي ذكرت، المكانة، سمو قدرها لمكانتها. وتحمل معنى ثاني، أن الله يقدر فيها مقادير العباد في هذه السنة القادمة. واجتمع المعنيين في سورة الدخان، إنا أنزلناه إيش في ليلة مباركة فيها بركة، إنا كنا منزلين. قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. وبعض الناس يحرم نفسه، قال الله في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كم من الأشياء تقول ليلة القدر كبيرة وعظيمة، لكن الله يعظمها في أمر أنت ما تعرف قدر الأجر فيها. يا جماعة، النبي لما قال وإن لله كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة، الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. هذه الليلة الله من قدرها العظيم، أتحداك تقدر ما فيها من الفضائل والبركة. ولذلك قال وما أدراك ما ليلة القدر، ما تدري أنت، ما تعرف قدرها. ثم قال ليلة القدر إيش؟ قال خير ولا مثل؟ خير، يعني أفضل من كم شهر؟ ألف. ألف شهر كم سنة تطلع؟ 84 سنة. يعني السجدة والركعة فيها كأنك سجدت وركعت لله 84 عام. الدمعة في ليلة القدر كأنك بكيت 84 سنة من خشية الله. الصدقة في ليلة القدر كأنك تصدقت 84 سنة. يا جماعة، فضل، من يضيع الفضل؟ لو قال لك مديرك الآن، أعلن الآن الديوان الملكي أن كل موظف يداوم بكرة من الصباح إلى الفجر بنعطيه راتب 84 سنة، ها تروحون ولا لا؟ حتى المتقاعدين يروحون، لأنه يريد الدنيا. يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول ليلة تصليها إيمانا واحتسابا أعطيك قدر 84 عام، كأنك صليتها وصمتها وقمتها وفعلت كل البر والطاعات فيها، خير من ألف شهر. طيب وش وصفها؟ تنزل الملائكة. الملائكة مو بواحد، عدد. وقيل، شوفوا هذا الكلام ترى مهم، يقول العلماء إن الله يصطفي من السماء خلق ومن الأرض خلق. يصطفي من السماء ملائكة ما يعرفون مين، يعني زي المنتدبين، الملك فلان الملك فلان الملك فلان الملك فلان، أنتم تنزلون ليلة القدر 1436 في الأرض، هذا الصفاء. طيب من ينالها من أهل الأرض؟ فلان وفلان وفلانة وفلان في أبقاع الأرض من المسلمين ينالون قدرها وبركتها. اللهم اجعلنا منهم. تنزل الملائكة، ومن معهم؟ والروح، جبريل. ترى جبريل منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل
يوم وفاة الرسول، ثم جلس ينزل كل سنة مرة. جبريل ما ينزل على الأرض بعد وفاة الرسول إلا كل سنة مرة، اللي هي ليلة القدر. يا جماعة عيب، والله عيب، يجي جبريل من السماء يتفقدنا ولا يجدنا. وتدرون ليش ينزل جبريل؟ ينزل يتفقد القرآن. يقول جابر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل جبريل؟ قال: يتفقد القرآن، يشوف أهل القرآن. وينكم يا أهل القرآن؟ وين أهل أمة محمد بن عبد الله؟ يشوف الصفوف. وللأسف حنا نبدأ أول رمضان نصلي للجدار، وتنقص الصفوف لين يجي أواخر الليالي ولا يبقى إلا صف، وفي بعض المساجد ما يبقى إلا أحيانا الشيبان الكبار بأول الصفوف إلا ما رحم الله. مع العلم أنها المفروض أكثر، الخيل إذا كانت تريد السباق تجدها تركض وتجمح، وإذا اقتربت من خط النهاية توقف ولا تركض أكثر، تزيد في السرعة حتى تصل إلى نقطة الفوز. وحنا ليش نكون العكس؟ حنا مثل الخيل التي تسابق في هذا الشهر، إذا قربنا من النهاية ما نفتر بل نسرع ونسابق ونسارع.